بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل مع بعض دراستنا في المسيح. Christ throughout the scripture. المسيح زي لو حد أول مرة يحضر، أنا بحكي قصة المسيح من واقع الأناجيل كلها والرسائل. شافوه ازاي، عرفوه ازاي، قدموه للعالم ازاي. لانه لفت نظري انه اسال شباب تعرف ايه عن المسيح، متلخبط. فانا بحكيها كقصه، وغرضي منها التعلق بشخص المسيح. من هو المسيح؟ تكلمنا كتير وحكمل. انتهينا المره اللي فاتت عن المعموديه. اللي حصل في المعموديه شيء كبير. في المعمودية تأسست مملكة الله على الأرض. سمعنا صوت الآب، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت أو له اسمعه، الاثنين زي بعض. فده كان إنجوريشن لمملكة الله يحملها المسيح في عالم الإنسان. طب ده معروف ان الارض دي رئيس هذا العالم هو الشيطان، فكان من المناسب ومن الواقع ومن الالزام انه هنا يحصل في مقابلة مع مملكة الله وملكوت الله ومملكة العالم. عشان كده لما تقرأ في الانجيل كويس تلقى انه بعد المعمودية على طول دخل المسيح إلى التجربة، وتقال أقتيد من الروح القدس. طبعا أسرار الأربعين المقدسة دي ده شيء يفوق الإدراك. طب نعرف إيه اللي حصل؟ هنعرف اللي حصل تمام منين؟ المسيح كشف. لكن برضك هجيب لك زي ما قلت، أنا بحكي قصة المسيح من واقع السكريبشر كلها. قديس بولس الرسول في العبرانيين قال لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. أدي أول حاجة لفت نظرنا ليها قديس بولس. دخل ليه؟ عشان يجرب زيه زي بقية المجربين، قوم يقدر يحس بيهم وبألمهم. من الشرط الأساسي كان في اختيار رئيس الكهنة زمان في العهد القديم أنه يكون رحيم. ليه؟ أصل رئيس الكهنة زمان ده كان في إيديه حياة الناس. إزاي؟ واحد عمل خطية في العهد القديم، أي خطية تستوجب الموت إلا لو عملها عن غير قصد او عن غير درايه، مش عارف، ما عارفش. فهنا مين اللي يحكم؟ رئيس الكهنه. فيجي له واحد كاسر السبت، يجيبوه يمسكوه، يسالوا رئيس الكهنه انت مش عارف اصول السبت، كسرت السبت ليه؟ معلش يا سيدنا، معلش حقك علي، انا كنت عندي ظروف مش عارف ايه. فيبقى رحيم، تروح هات ذبيحه قدمها. طيب رحيم. فكان المسيح اتقال عليه كده انه مجرب في كل شيء مثلنا يقدر ان يعين المجرب. مرة تانية بولس المجرب في كل شيء مثلنا، برضك هنا تلفت النظر. واحد كان يسألني، طب انا يعني عندي شهوات كبرياء، المسيح يجرب بيها؟ طبعا. ما أسلحة الشيطان اللي بيحارب بها جنس البشر، طب خطايا النجاسة والزنا؟ طبعا اتحطت قدامه كلها، زي ما اتحطت. طب طاعة الله؟ طبعا هتشوفها دلوقتي، كل خطايانا اتحطت قدامه. مجرب في كل شيء مثلنا،
بس بلا خطيه. بس في فرق يعني هقوله يمكن واحد ياخد باله والبائس هيبقى صعب عليه. احنا الخطايا بتجينا من جوانا من شهواتنا، المسيح الخطايا كان بيجي له لان هو قدوس، فبتتعرض عليه قدامه وبعدين يقارنها ببنوته لله. ولا لا ايدي، ان كنت انت ابن الله فامر الحجاره انها تصير خبز، ده انا طعامي ان اعمل مشيئه الاب. لا لا اسجد لي وانا لا لا. فالخطايا كانت بتجيله من براه ويقارنها هو بمكانته مع الله وبضعف الانسان زي ما هتكلم بعد شويه. عشان كده بقولك تجارب المسيح كلها كانت بتدور حوالين دي، ان كنت انت ابن الله. طبعا انا بقولك باخد الاسكريبشر كلها، الشيطان جرب بيها المسيح دي في بدايه خدمته. طب وسمعنا الكلمه دي تاني امتى؟ ان كنت انت ابن الله، من رئيس الكهنه على الصليب حتى متى تعلق ان كنت انت ابن الله فانزل عن الصليب. فنرى واضح خالص انك ده مين من اللي بينطق ده؟ ده الشيطان. دخل المسيح كآدم الثاني. آدم لما اتخلق دعى ابن الله، وكل من يدعى ابن الله بيبقى هدف امام الشيطان. لما اتخلق آدم ودعى ابن الله جه الشيطان يجربه وأسقطه. المسيح استعلن إنه ابن الله، جه الشيطان يجربه فالمسيح ربط الشيطان. عشان كده المسيح دعي إيه؟ آدم الثاني، رأس الخليقة الجديدة. إحنا ورثنا من آدم لما سقط عقوبة السقوط والخطايا، ورثنا الضعف بتاعه، لكن ورثنا لما المسيح انتصر كل انتصاراته بقت لحسابنا. يعني في قصة في العهد القديم لطيفة قوي، لما طلع جوليات يحارب شعب إسرائيل ويطلع يعير فيهم 40 نهار و40 ليلة، تمام تمام زي ما سوعنا صام. وبعدين ايه القصة بقى؟ ايه طلع داود يحارب، حاول يلبسه شاول عدة الحرب بتاعته، قال لا ما اقدرش اتحرك بيها دي، دي بتاعة الناس، الحروب بتاعة الناس دي لا انا حاربش بيها. فطلع بالنبلة بتاعته وبعدين ايه موت جلياد ده، ورخد سيف بتاعه اللي كان حيموته بيه بالموت، داس الموت. اللطيف قوي في القصة دي بقى انه بعد الانتصار ده راح الخيمه بقى، والسيف اللي قتل بيه جلياد ده حطه في خيمه بتاعه شعب اسرائيل كله، فيش تاني جلياد يطلع ابدا. المسيح انتصر لينا بالصليب وحط الصليب جوانا بتاعنا في خيمتنا، خيمه تسكيني السكن بتاعنا، كنيسه السكن اللي انا ساكن، روحي ساكنه في جسدي ده. فكل اللي انتصر به المسيح حطه جوانا. فكما ورثنا الموت من آدم بسبب الغواية، ورثنا النصرة والحياة بسبب سحق المسيح للشيطان. طيب برضك احنا لسه ما قلناش ماذا حدث. هقرأ معاكم من القديس لوقا الإصحاح 11. هنا يمكن انت تبتدي تحسوا شويه باهميه اللي انا بعمله. انا عشان كنت اقرا مثلا انجيل متى ولا انجيل مرقس كنا حتوه، لكن انت دلوقتي عارف بالظبط امتى التجربه جت. جت بعد المعموديه، والمعموديه جت بعد 30، وكان في سنه 12 ايه. انا بحكي حياه المسيح بالتسلسل. قديس لوقا والانجيليين قالوا لنا ايه اللي حصل في الحرب دي.
قال المسيح إن كنت أنا بأصبع الله أو بروح الله. خلي بالك المعمودية شفنا إن روح الله نازل ومستقر عليه. أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. واضح خالص إن الأربعين المقدسة دي كان المسيح ملتحف بالروح وبينهي على مملكة الشيطان وبيأسس مملكة الله. بعدين الآية اللي جاية دي مهمة، حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. مين القوي ده؟ حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. مين القوي؟ ها مع شمة النوم. مين يا نبيل القوي اللي بيكلم عليه؟ مين بتقول المسيح؟ طيب خلينا نكمل، ولكن متى جاء من هو أقوى؟ يبقى مين القوي الأولاني؟ الشيطان قوي، ولكن حينما يأتي من هو أقوى منه ده المسيح، وهو تاني صاحب مملكة اسمه رئيس هذا العالم. طب لما يجي بقى من هو أقوى منه، دي مهمة جدا، دي التجربة، فإنه يغلبه وينزع سلاحه. إيه السلاح بتاعه؟ خطية، زي داود تمام، السيف اللي بيموت بيه الخطية. هو بيوقعنا في إيه؟ إيه السلاح اللي ماسكه الشيطان ضدنا؟ خطايا. ينزع سلاحه الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. إيه غنائمه دي؟ الناس اللي خدهم غنائم بتاعته. عشان كده لما تاخد بال أول حاجة عملها المسيح بعد ما ننزل من إيه؟ إخراج شياطين، الغنائم اللي كان خدها الشيطان طب وأنا طب إحنا ياما علينا الغضب ده من الشيطان، الكراهية دي من الشيطان، الكسل والأكل والشهوات والمناظر، ما دي كلها شياطين متربطين بيها. لكن من هو أقوى يأتي وينزع سلاحه. إيه سلاح الشيطان؟ خطية. غنائمه إحنا، ويوزع غنائمه. واضح خالص بقى إن كانت دي معركة لا ندرك يعني أبعادها، لكن واضح إن كانت معركة. بقولك الخلفية بتاعت العهد القديم هي خلفية داود وهو طالع بالنيابة عن شعبه بعد 40 نهارا و40 ليلة. الشعب بيعير من جوليات، طالع وياخد سيفه اللي كان بيموت بيه ويحطه تاني في الخيمة لكل إسرائيلي يفتخر انتهى العدو، العدو قد تم خراب. دي صورة على التجربة. كان لازم لما تنصب المسيح واستبلش مملكته كان لازم انه يخش في المواجهة مع الشيطان. بنظرة سريعة كده، تعالى شاور لي على واحد في العهد القديم ولا في الجديد بيأتمنوا الله إلا والآب يدخل في تجارب كده. تعالى شوف أيوب مثلا، عادي بسرعة كده. أيوب جه الشيطان دخل عند الله ويقول له إيه أيوب دوت؟ ده بيعبدك وانت عشان انت محوط عليه بس، خير مديله، عيال مديله، ايه كل ده. جرب كده تشيل عنه، هيوجه، هيجحدك في وجهك. هو ايه المسيح يعني يسوع ده اللي جاي ونازل الاردن وتقول ابن الله؟ طب خلينا جرب، خش جرب. زمان في العهد قال له ما جيت على ده، ايوب ده بار، ده ما فيش زيه. المسيح كده انا شايف الاب كده، ده ابني، خش جرب زي ما انت عاوز. مين تاني؟ ابراهيم، موسى، يوسف، ما في واحد. طب واحنا اولاد الله؟ لما بعد المعموديه بنقول احفظوا اللباس بغير اضمحلال والبسوا اللباس الحرب. كل اولاد المسيح اللي تعمدوا واستعلنوا ان هم اولاد الله بيخشوا في مواجهه، بس مواجهه
يعني غير متوازنة. أنا معايا الصليب والتاني عوش حاجة. لما ندخل مواجهة الشيطان فيها مغلوب أوريدي. طيب إيه التجارب؟ طبعا بس قبل ما أخش في تفاصيلها مش مهمة قوي، إنه بعد ما صام جاع برضك بلفت النظر. ليش أنا هتكلم على الشيطان ده المرة الجاي، الموضوع لوحده يعني. لكن حينما جاع أخيرا، طب كنت فين الوقت ده كله؟ بيصطاد الشيطان الإنسان في أضعف أوقات. ساعات ناس يقول ده أنا ماسك نفسي طول الوقت عرفش وقعت إزاي، ده أنا مخلي بالي طول الوقت في لحظة ضعف. لكن ما يهمك الخبز، آدم اتجرب بالأكل وسقط، المسيح لا. الحياة الإنسان مش بالأكل والشرب، حياته وقوامه بالكلمة بالإنجيل، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ده هنا دي الخليقة الجديدة بقى ولا إيه؟ إحنا الخليقة بتاعتنا القديمة عشان يعيش لازم يأكل، ده اللي عايشين بيه. لا لا، في خليقة جديدة بقى. دي فين دي؟ دي في المسيح. في لا، قوامها مش الأكل والشرب. يقول لك عايشين لأكل لقمة العيش، لا ده الجسد، ده بتاع آدم. ما إحنا تبع مين؟ تبع آدم الثاني. جي المسيح مرة وهو عند السامرية كده، جم التلاميذ قالوا له كل، قالوا له أكلت، قالوا له يمكن حد جاب له أكل يأكل، قالوا له لا، طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسله. لكن ده هنا في خليقة جديدة هنا بتطلع من الأربعين المقدس، بتعيش مش بالأكل والشرب، بتعيش بإيه؟ بكلمة الله. تجارب في مجموعها كلها، أنا بحاول برضك بالروح أدخل إلى فكر المسيح، وأنا لي الحق مش أبونا. وبعدين كبرنا في الكنيسة زي أي عيلة بيتولي صغير ما بعرفش حاجة، بس بعد شوية أبوه بقى يتكلم معاه كده يكبره فيعرف بيفكر إزاي. أيوة إحنا كبرنا في الكنيسة، أيوة قوي بولس الرسول قال نحن فلنا فكر المسيح. طب ما تقول لي كده ايه فكره هو في الداخل ازاي؟ كان في باله اسرائيل لما بعد ما استعلم بردك انه ابن الله البكر وطلع البريه كام 40 سنة بردك، كل التجارب اللي جرب فيها اسرائيل زمان وسقط فيها اتجرب المسيح. طبعا يعوزني الوقت ان اربط لك تجارب الاكل وقبور الشهوات، تجارب هل الله في وسطينا ولا لا، تجارب العظمة كلها. أنا حقول مزمور تقروا في بيتكم، مدهش رائع، مزمور 78 اقرأ هتلقى التجارب 1 2 3 مزمور 78. خرج يسوع من 40 المقدسة دي وهو يقول ايه؟ رئيس هذا العالم ليس له في شيء. تقولي بس دي متجابة ورا في الأناجيل، لا لا ده مكانها هنا. فالتجربة في أساسها لي وللكل واحد هي اختبار علاقة المسيح بالله أبوه، وتجربتي أنا مدى علاقتي وتمسكي بالمسيح أبوه. كده أكون أنا خلصت التجربة، ودي كانت من الحاجات الأساسية جدا قبل خدمة المسيح. المرة الجاية هبتدي في خدمة المسيح، وزي ما بقول لك أهم ما كان في خدمة المسيح هي إخراج الشياطين. فقبل ما أتكلم على إخراج الشياطين هتكلم على الشيطان ومين هو. المسيح يدينا نعمة ويحوط علينا، له المجد للأبد آمين. مارن أشتمن صوتير بي مايرو من أغاثوس جين طفاف شنيت خارونا.